بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مجلس كان ومجلس كيسيدي لباتانات كم من المجالس الرمضانية ولا ليال وحلو بها بش رمضان إنا كخة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إنا إله سبحانه وتعالى أطوبت كأنه تقصيركي إيا قابسكي نقدع عي عبادة ربي سبحانه وتعالى إيا صومكي إنتا نكو قدجرنا إنا إلهي أطوبت كأنه. الله سبحانه وتعالى وحليه وطوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إلهي أطوبت كان مؤمنين دمانتين إلهي أطوبت كان وطوبوا إلى الله جميعا إلهي أطوبت كان حالتهم دمانتين أيها المؤمنون مؤمنين تعالي لعلكم تفلحون وحد مدنتهم إن الليبانتان أما سئد الليبانتان إلهي سبحانه وتعالى أطوبت كان نبي صلى الله عليه وسلم نوح أمري إن أطوبت كان أيون أمري فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى الله ضدوا إلهي أطوبت كان سيدا سوير النبي صلى الله عليه وسلم قفك هدود دنبابه أما واجباتك إلهي ساري سبحانه وتعالى وحكم إذا أوكا قابيه وعلى قربة إنه أدق دقه توبة إيا استغفار أو سندب لغن إنت الله سبحانه وتعالى عقوبة إيسا كل عين إنت إيسا قيرد أو إيمانين أنت النفط إيسان غرغرة جارين وإن إلهي أطوبت كان سبحانه وتعالى رسول كان صلى الله عليه وسلم أسيقوا إلهي سبحانه وتعالى أرضى فيما تقدم من ذنبه وما تأخر ذنوب تيسيه ورئي كبيس الدنبا وعيد الله سبحانه وتعالى أرضى في أدنى مع ذلك وحليه يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة ضدوا إلهي سبحانه وتعالى أطوبت كان أنيق إلهي بان أطوبت كان مالين كي بقل جير رسولك الله صلى الله عليه وسلم هل كي مالين بقل جير بان إلهي أطوبت كان والنبي إلهي عليه الصلاة والسلام وإلهي ذنوبتي صدران أولاف حقا يجوغنا مركا أنك ومن باب أولى إن أطوبت أدك دقنو وإن إلهي سبحانه وتعالى أن أطوبت كان أنك أدك دقين إسكنا إلى لنه وحل إلى هذا التصويف كا وصمين دونا وانقبان دونا وتوبت كيني دونا وييل دونا التصويف ومن جنود إبليس كلمة صوفة وصمين دونا وهي علماء السلف كتل المامي جيرين إنه كم تهي جنود عيدامة إبليس كإنه كم تهي وحيابها إبليس وكل قوية دتك مؤمنين وكل قوية وي ولا ليال توبت عبادة وي توبتنا وحي أباهن تهي أما اللباهن يهقفك مؤمن كامركو توبت كينيو وإنو شروط التوبت أفسده شروط التوبت هدو أفسده إلهي سبحانه وتعالى وكالتوبت أقبلي شروط التوبت كو وحوي إن إلهي سبحانه وتعالى أدو خالص يشد التوبت أسي أذيو أبا المرك إلهي دوني عقابك إلهي سبحانه وتعالى نكبقي ما دام التوبت أي عبادتها إلهي أخالص يال محيي العباد ورن وإن إله الله خالص يلا سبحانه وتعالى يقول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لما فر إلا الله سبحانه وتعالى إن يعبدان ميانا أيقو إلهي سبحانه وتعالى دينك أخالص يلي حنفاء إيلانا يحاليهم كبأي شيء وشركي يكفري كأي شيء توحيدك يو إسلام مضانا إيلانا مرك إلهي سبحانه وتعالى وحو نفري إن عبادة أصيغة أخالص يلنو شردك كوادة مرك التوبة اللي قابها هي وحي تاي إلهي سبحانه وتعالى أخالص يلتوبة العظام شردك اللباد اللي قابها هي غفك التوبة كينا يوحوي إنو كش الله يو دنبيجي أقلي إنو كش الله يو دنبيجي كدعي ندامة وإن جرتو لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحل قوري سيد أحمد بن ماجه غير كيبا إيصال صارين إن رسولك يري صلى الله عليه وسلم الندم توبة الندم توبة شالله تدقفك وكشالله يدنبق أوقلي وكحماله والتوبة دوي شاردك سيد هذا اللو قبا هيا قفك مؤمن كاهي التوبة كيني وحوي الإقلاع عن الدنب فورا وسيد دق دقة إنو دنبق أدحبه
دنبيك آد قشي إلهي آد كعاصي سبحانه وتعالى سيدك دقا إنا دقا دحب حدوه ومعصيه داسي آد اسكاقا هرتو هدي دنبيك آسي او يهيمد آن آدمي كو تعلقه وحاق قفك لا آد كقشي او يهانا وإنا دقا دكتو إنا دقفك آسي عافيس ويديستو سي او دنبيك كاقا عفيه سي او كاقا عفيه قالت كي آد كقشي إي حقي آد كقشي شرطيق أفراد اللي قد دونا يقفك توبت كينايا وحاوي إنو قوان صدو إنو سندن بيقاسي دب دنبقو نقن محايا لقفك اللحا يوا توبت كيناي إيا هادان الدنبقو كن نقنايا هادان اللحا يوا توبت كيناي هادان الدنبقو كن نقنايا قفكاسي إلهي سبحانه وتعالى توبتك أقبل مايو يعني إسل الدنبقو سمينايا دنبقو كل حجرا كما تحبحن وطوبت كيننا واللي دادك وحامنايا وردتك ها حامنو إلهي كبغ مرك اللي را أستغفر الله بولي حنك تيبو سي وضانايا دادك وعاينايا واسكو ديرايا دنبقي يوكو نحجرا مرك اللي را هذا إلهي كبغ أستغفر الله بولي دانو سي وطا يعني كما بات نحبي حين بالدنبقي وفكاس إلهي سبحانه وتعالى طوبت يسعق بالي ماي سيدادرت شروط الطوبت وحاكمي ده قفك إنو الدنبقي كان نحبه شردك الشنات وحاوة يقفك توبضا وإنو صنلا إيمانين مركو وقت يدو دعاكدي توبضا وحاجرت وقت هدي لقارو أن لقا أقبلين وح توبا وقت قاسي مد عاما ووچرا مد خاصو أذيك كو قارنا وحجرا مد عام وضطك ودنك دعاية ووقت قاسي عام كهدي لقارو قف توبا لقا أقبلاي وضطك كميدا مجرتو من نوع خاصه قفنا جميعا مركي كود على أرنتا سجارة ودع ودعه السجارة طوابد اللي أقبل إن نحل قاسي مدة عام كأوحوي سيد النبي والشيخ صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا رسولك صلى الله عليه وسلم وحول سد حدى صباحان نفي أنفع ما إيمان كذا نفتا سو هوراي ان الله اورمين سبحانه وتعالى اما ايمان كيدا ان هوراي خير اوو كسبن نفتا سي ايمان كيدا ان فيعي مايو حديث سدخدا اريمود اي سو بخان ارينتا كواد وها وهي طلوع الشمس من مغربها يعني قرحدو اني كسو بخدو ماشي ودخدو دنكا قرحدو ودخدو اني قرحدو كاتيماد قرحدو هداي كسو بخدو دنكا ودخداي باب التوبه واحيرن يهي إلهي سبحانه وتعالى غفنك التوبة أقبال مايو والدجال ودابة الأرض إيا هدي الدجال الدجال كصوبح دابة الأرض إيا دابة للك أيضتك لهل ليسوي حديثك للنبي صلى الله عليه وسلم وحليه من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه قفك توبتك أنا أنت سنقرحض كصوبح ماشي أدعض إلهي سبحانه وتعالى وكالتوبة أقبال يا marka waqtigaasi intu san dhicin oo qorraxdu aysan ka soo bixin meeshii u dhacdo toobadaadu waa la aqbalaya yaani waqtigii caamka laakiin hadii qorraxdu ay ka soo baxdo meeshii u dhacdo qof toobad laga aqbalay ma jirto baa toobad waa xiran yahay midda khaaska ah ee qof walba si gaar ah u asiibaysa waxa way hadii geerida u soo xadirto haddii dhuntu qarqar hadii ma aragto naftu ay qarqarada soo gaarto oo dhun yeeriyo qofkii oo geeridu u soo xaadirto baabu tooba waa ka xiran yahay qofkaasi Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay walaysati tawbatu lilladheena ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an wala alladheena yamutuna wa hum kuffar rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay toobada uma sugnaanin kuwa xumaanada sameynaya oo markay geerida u soo xaadirta dhahay hadaan toobad keenay kubaasi toobad ma lahan buli Allah subhanahu wa ta'ala kuwa dhimanaya ayagoo gaala ahna toobad ma lahan buli Allah subhanahu wa ta'ala rasuulka alayhi salatu wa salaam wuxuu yiri xadiith imaamu ahmad iyo tirmidi iyo geyrkiiba ay soo saareen inna allaha yaqbalu toobata al-abdi ma lam yugharghir ilahi subhanahu wa ta'ala adamka toobadiisa waa aqbala intuu san dhun yeerin ومعنوه وحاوي إن توسن ما أرغتي قيرد أصو حاضر إلهي سبحانه وتعالى أدون كالتوبة دي سواء أقبالي هذه مركة شروط داسي لغاها للتوبة دا
طوبة نصوحة أي نقنيسا وطوبة إلهي سبحانه وتعالى أن أمره أويري يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة تدك مؤمنين تاهو إلهي أطوبة كينا طوبة نصوحة طوبة كينا طوبة نصوحة ومدة شروط دمستر تيوي هذه مركة أدونك شروط طوبة دمستره إلهي سبحانه وتعالى وكتوبة أقبليا مركو الله سبحانه وتعالى كتوبة أقبلنا وحو كنحل يا أرنكاسي وكفى إذي سنيا إن الله سبحانه وتعالى ذنوبتي صدن أو داف قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلهي سبحانه وتعالى الذنوب تدمانتد أيو رافيا إنه هو الغفور الرحيم نبينا وحيد صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له قفك الذنب كتابتك أنا وحولم إذي هاي قفا ذنب لهين ها قفك هدو انتقل دمو أما الذنب كله كدمنا أو طابتك أنا شروط الطابة أو رماسترته وحولم إذي هاي قفا ذنباب أي قفك أسلم إذي الله سبحانه وتعالى وكفر حيا أدون كيس الطابة دي سوى كفر حيا رسولك صلى الله عليه وسلم وحولي لله أشد فرحا بطابة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها إلهي سبحانه وتعالى وكفر حد بدنيه توبد أدون كيس أما أحد كين توبد يسأل الله وكفر وكفر حد بدنيه أحد كين كفر حيا ضالذي سنافك كلمي إذا وجدها هدوها سنقف كاس وفر حيا سكبر أبو الله سبحانه وتعالى وفر حيا أدون كيس إنه أتوبت كيانا برك إلهي سبحانه وتعالى وجعل يهي أدون مديس إنه أتوبت كيانان ونا أمري إن إلهي سبحانه وتعالى أطابت كنا قفك هذو إلهي أطابت كنا إلهي سبحانه وتعالى دنبيه أوجل قفكاسي وحقوق بدل يا حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى وحليه كوا أطابت كنا أو إلهي رسولك رمي عمل صالح لي ماذا كواسي إلهي سبحانه وتعالى سيئات كودا حسنات وبدليا الله سبحانه وتعالى وعلى الدم بداف بدن أون حريص بدن وعمرك اللوبة هي ولا ليال إن إلهي أطوبتك إن سبحانه وتعالى واستغفارت الله بضيه رسولك إن صلى الله عليه وسلم هل مجلس أيو بقل جروح كله جري الدعاء إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة عبد الله بن عمر بوحو لي النبي عليه الصلاة والسلام وحن أتري جرني هل مجلس بقول جيرا وحن أتري جرني ذكري أنا مدعا أصيغو رهي ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم إله يؤيد بداف الله إيغا توبة أقبل محايا لوحاته ربي التواب الرحيم آياته إله توبة أقبل بدا ربي النحريس بدا آياته إله يو سيداس النبي صلى الله عليه وسلم كدعي دعي سنجري ذكري أنا أما الدعاءان يدعوين كلامتك أن كد ذالنا رمضان كأننا أن كختنا إن إلهي سبحانه وتعالى وطوبتك أنه ذنوبتي يقففك نقر دعي والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.